بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم رزان، ولو التحق بي مؤخرا رحب بي. قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيما يخص الوصفة تاع نهار اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. رغم إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، أمين يا رب العالمين. فيما يخص الوصفة كما راكم تشاهدوا في الصورة، راح ندير لكم خبز الدار تقليدي 100% بدون أي إضافات جديدة، وراح ندير لكم غير بسميد. إن شاء الله في الأيام المقبلة راح ندير لكم خبز دار بالفارينة، وأيضا نديروه بالشعير وبالقمح، نديروه بالطرق كل راكم تشوفوا في هذا الفيديو. يعني جاني اسفنجي، جا ما شاء الله، جا خفيف وجا هايل. نروحوا مباشرة لتحضير هذا الخبز بسميد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كيلت 3 كيلات بهذا البول، كيلت بها 3، وانتم تكيلوا بأي حاجة. هذا البول يهز لي 2 كيسان تاع أم وليد، يعني في الجملة كاملة راح ديروا 6 كيسان تاع أم وليد، يكونوا معمرين مليح. حطيت معهم ملعقة كبيرة من الملح وفنجان زيت، وكل كيلة حطيت معها ملعقة كبيرة من السكر. وهنا جبت الكيلة اللي كيلت بها سميد، راح نكيل بها الحليب. الحليب هنا راح نحط معاه 2 ملاعق كبار من خميرة الخبز، وراح نخليهم على جهة يتفاعلوا الحليب والخميرة، يعني من بعد راح نعجن به. نغطيه ونخليه، ونفس الكيلة راح نكيل بها الماء دافي. لازم تكون معمرة كما ما عمرنا سميد، نعمروا الماء. وهنا كل دقيق كيفاش او كل سميد كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. انا راح نبل ونلم العجينة معاكم، وراح تشوفوا معايا انه هذا الكيلة تاع الماء جاتني قد قد لميت بها العجين. هنا يضيفي الماء تدريجيا وتشوفي اسكت لحقي ولا لا. انا هنا ما نخليهش يرتاح، راح مباشرة راح نعجن. انا هكا في ديما في المخبوزات ما نخليهش يرتاح، طول انا نعجن طوله ومن بعد نخليه يرتاح. هنايا نعجن ونروح للحليب هذاك اللي فيه الخميره تاع الخبز، وكل مره نرش ونعجن وندلك، كل مره نرش ونعجن وندلك حتى نكمل هذاك الحليب كامل. كما تعرفوا خبز الدار يحب العجين بزاف، مش راح تطولوا في العجين، يعني فترة ما بين 10 دقائق، أكثر
نضيف السالوج او حبه البركه. هنا يا اختي يعني كاين اللي يحبو كاين اللي ما يحبوش، يعني خبز الدار صراحه بلا سالوج ماهوش خبز الدار. من بعد ما كملت العجين وكملت الحليب راح نتحصل على هذا القوام. راح نحط يدي نحط لها فيها شويه تاع زيت، والمكان اللي راح نحط فيه العجينه ايضا نحط فيه الزيت باش ما تلصقليش. لازم يكون القوام تاع هذه العجينه يكون يتلاصق، هذا هو السر في انه يجيك خبز الدار خفيف واسفنجي. نجيب البلا وندهنه بالزبدة، وإذا كان مش متوفرة عندك زبدة تقدر تدري الزيت. وراح نقسم هاد العجينة على اثنين، راح ندير زوج خبزات كبار، تقدري إذا كنتي تحبي ديريهم صغار تقسميها على ثلاثة. بعد ما حطيتهم في البلا راح ندهن يدي بالزيت ونمشي بها العجين حتى نتحصل على الشكل اللي انت تحبيه، سواء مربع او دائري بهذا الشكل، ونمشي حتى نتحصل على القوام اللي انت تحبيه. انا نحبه رقيق باش كي يطيب يجيني اسفنجي وخفيف من الداخل، وكاين اللي يحبوه يجي عالي، انا ما نحبوش يجي عالي، نحبه مليح بركه. وانتي والاختيار تاعك، كل واحدة وكيفاه طيبه وكيفاه ديرلو. انا وريت لكم برك الطريقه، وانتم فيكم انكم تختاروا الحاجه اللي تحبوها. ديما نحط يدي في الزيت باش ما تلصقش، كما شفتوه راهو القوام تاعو يلصق في اليد. هذا هو السمك تحب تخشن تخشن. هنا راح نجيب بيضة حطيت عليها شوية قهوة وحطيت معها أيضا شوية من الحليب، وراح نحطه على الوش. كاين اللي يخليه حتى يتخمر وباش يحطوا البيض، انا نفضل نحط مباشره البيض ونغطيهم ونخليهم يخمروا. وانا ما ننصحكمش ان تحطوا البيض بعد ما يخمر، لانه كيما نقيسوه بعد راح يرجع هذاك الخمور تاعو وكأنه ما تخمر ما والو. هنا للتزيين فقط عملته على شكل زهرة، وراح نجيب الشوكة ونزين بها أيضا. هنا التزيين اختياري، كاين اللي يحط صبعيه بركة وكاين اللي يخليها بدون تزيين، لأنه بعد كي طيب راح يروح هذاك التزيين. ومن فوق راح نرش، هنا بزي اختياري راح نرش، انا رشيته بالجلجلانية والسينوج وحبة زرعة الكتان. نحب ديما ندخلها في المخبوزات لانها مفيدة جدا للمناعة.
ومن بعد راح نخليه يرتاح ونغطيه بالصينيه بهذا الشكل. هنايا بعد ما تخمر وتعرف الحجم تاعو كيما ما راكم تلاحظوا، الفرن راه سخنته على درجه حراره 180 ونخليه يطيب من الفوق ومن تحت. من بعد هذا الشكل تاعو النهائي، من بعد ما طاب شوفوا كيفاش جا، يعني طاب روعه من تحت ومن الفوق، جا ما شاء الله. ونتمنى انه يعجبكم، والقوام تاعو شوفوا كيفاش جا، جا اسفنجي وخفيف خفيف خفيف، ما نقولكمش على الخفه كيفاش جاني. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. وايضا ما تنسونيش مره اخرى نعيد، ما تنسونيش بالتعليقات والاشتراكات وجيم ليصلكم مني كل جديد. وفي الاخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.